افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء المؤتمر السنوي السابع لإدارة الموارد البشرية عام 2018 بمشاركة كبريات الشركات العالمية والإقليمية وعدد من كبار الخبراء في الموارد البشرية والمنظمات الكبرى المختصة. وأشار سعادة الوزير في كلمة له خلال المؤتمر إلى العديد من المحاور في إدارة الموارد البشرية في العصر الحديث، وتحدث عن إحدى الأمثلة الحديثة التي اتخذتها الحكومة الموقرة في مجال تحفيز الإبداع الإداري، وهو برنامج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء فكرة. ويعتبر مؤتمر إدارة الموارد البشرية الذي يستمر لغاية 28 من شهر نوفمبر الجاري الحدث الأبرز في المنطقة في مجال العنصر البشري والقوى العاملة، وهو مخصص للمعنيين في مجال إدارة رأس المال البشري واحتياجات التدريب، ويستقطب قادة الموارد البشرية والمختصين بالتدريب للالتقاء على أرض مملكة البحرين. ويركز مؤتمر الموارد البشرية على تقديم رؤى عميقة في تنمية الموارد البشرية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية المصممة خصيصا لأسواق الشرق الأوسط، كما أن المؤتمر سوف يحتوي على 3 ورش عمل تفاعلية حول الاستراتيجيات الهامة في مجال الموارد البشرية. الموارد البشرية يركز هذه المرة على الإبداع والابتكار، لأن من خلال الإبداع والابتكار يستطيع الموظفون أن يبدعون في عملهم ويساهمون في رفع إنتاجية المؤسسة. وأنا ذكرت في كلمتي أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين طرح برنامج فكرة، وآخر مرة عدد الأفكار اللي حصلوا عليها مكتب النائب الأول 565 فكرة، واخترنا 4 أفكار وتم تكريم هؤلاء علشان يكون تشجيع للآخرين لتقديم أفكارهم في المستقبل، وهذا سوف يساهم كثيرا في خلق بيئة للابتكار وثقافة للابتكار والإبداع.